مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع وعي. مساك الله بالخير. يا اهلا وسهلا فيك بسام، واكيد يعني مسي على مشاهدينا بالخير وتقبل الله طاعتكم. البحرين كانت وما زالت تخلي المواطن دائما على راس اولوياتها، ايمانا من قيادتنا الله يحفظها بان المواطن هو ثروه الوطن الحقيقيه. بالتاكيد رقيه، وسواء كان المواطن في ارض الوطن او بينه وبين البحرين طبعا بحور واميال، توصل البحرين وتاخذه وترجع الى ارض الوطن. اليوم مشاهدينا راح نستعرض معاكم العديد من جهود وزاره الخارجيه في عمليات اجلاء المواطنين وعودتهم الى المملكه وتلبيه احتياجات ابناء البحرين في الخارج والتواصل المستمر معاهم. خلكم معنا. لو سالتوني شنو تعني لك الحياه؟ التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا أبو أحمد أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. مشاهدينا نبتدي معاكم في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث توجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برسالة شكر وتقدير إلى أبناء الوطن الأوفياء في ميادين الصحافة والإعلام، أصحاب الرسالة النبيلة في نشر الوعي والتنوير والمعرفة، وشركاء المسيرة الوطنية في مواصلة التحديث والتنمية المستدامة. جاء ذلك في رسالة سامية وجهها جلالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اللي تشارك البحرين فيه العالم بالاحتفال فيه تحت شعار الصحافة من دون خوف أو محابة، حيث أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن الاعتزاز بعطاء الكوادر الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين التي تؤدي واجب صون أمانة الكلمة بموضوعية ومصداقية ومهنية في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة تكفل آليات التعبير الحر عن الرأي بمسؤولية وأمان واستقلالية. ونوه جلالته بما أثبتته الصحافة ووسائل الإعلام في البحرين بتاريخها الوطني المشرف وتمسكها بمبادئ وأخلاقيات المهنة، كونها لبنة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه، ومنارة للفكر والإبداع والمعرفة، ومكون أساسي في دولة القانون، وصمام أمان ضد التطرف والإرهاب وخطابات التحريض والكراهية. كما ثمن جلالة الملك المفدى دور وزارة الإعلام في تأدية رسالتها بكفاءة وإخلاص في تهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية أمام ازدهار الحريات الصحفية والإعلامية والارتقاء بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإسهاماتها في الحفاظ على الهوية الوطنية البحرينية وإبراز تراثها الغني وسعيها نحو الاستثمار في المواهب الوطنية وتعزيز مكانة البحرين كمركز إشعاع حضاري. من جانبه أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن ما تحقق في مملكة البحرين من إنجازات رائدة ونقلة نوعية في مجال الصحافة يعد ترجمة لرؤية قائد حكيم يؤمن أن الحرية المسؤولة للرأي والتعبير أساس لازدهار الأوطان ودافع لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه. وتقدم سعادة وزير الإعلام بخالص التقدير والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله على إشادة جلالته في الرسالة السامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بدور وزارة الإعلام في تأدية رسالتها بكفاءة وإخلاص في تهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية أمام ازدهار الحريات الصحفية والإعلامية والحفاظ على الهوية الوطنية وإسهامها في دعم المسيرة التنموية والديمقراطية بالشراكة مع الصحافة المحلية، مؤكداً أن هذه الإشادة الملكية وسام على صدر كل من يعمل في هذا القطاع الحيوي ويحملنا جميعاً مسؤولية البناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية. وفرت مملكة البحرين بيئة إيجابية لحرية التعبير وجميع سبل الدعم لحرية الصحافة والكتابة وتعزيز الإعلام المتطور الحر والمسؤول، ولعب الإعلام الوطني في المملكة دور محوري في عملية النهضة والتطوير
ودفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، كما كان ركن أساسي في دعم قيم المجتمع في الانفتاح الثقافي والتواصل الحضاري، إلى جانب الدور البارز الذي قدمه الإعلام البحريني في التلاحم الوطني. الزميلة شوق العثمان أعدت لنا هذه التقرير بمناسبة يوم الصحافة، خلونا نتابعه وراجعين لكم. مكانة رفيعة في المستوى الصحفي والإعلامي تحظى بها مملكة البحرين من خلال كوادر وطنية محترفة ضربت أروع الأمثلة في المهنية والاحترافية والحيادية. الصحافة البحرينية منذ تأسيسها كانت مثالاً يحتذى به، وخطت خلالها أقلام رصينة كتبت لرفعة البلد بكل حرية. الأقلام الصحفية البحرينية أقلام مميزة تسطر أروع أمثلة الجد والاجتهاد للوصول إلى القمة من خلال وجود قامات كثر تزهر أسماؤهم على لائحات الأعمدة الصحفية، ولطالما كانت الصحافة عنصر فعال ومتعاون في المساهمة في التوعية وصد الشائعات وإيصال المعلومات الصحيحة بهدف تثقيف القارئ والوصول به إلى أعلى درجات الدراية والإدراك لما حوله. ولم تقف الصحافة البحرينية عند حد معين، بل إنها كانت تواكب التطورات من خلال إدخال التقنيات الحديثة وتواجدها المستمر على كافة وسائل الإعلام الحديثة، ما يؤكد على ريادتها. الصحافة البحرينية مستمرة في المساهمة بالتغيير الإيجابي والانتقاد البناء، وأن تكون همزة الوصل بين مختلف الجهات في المملكة بالروح الحرة والقلم الشريف. مشاهدينا ننتقل الحين مع بسام اللي راح يستعرض لنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكراً أرقية. نستعرض معاكم آخر إحصائيات وزارة الصحة. حتى اليوم الأحد 3 مايو 2020 بلغت الحالات القائمة 1631 حالة، والحالات المستقرة منها بلغ 1630 حالة، فيما يبقى شخص تحت العناية نتمنى له الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافين فيبلغون حتى اليوم 1717 متعافي. أما الوفيات فثمان حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. مملكة البحرين أجرت أكثر من 143 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة طبعاً بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الأحد في مملكة البحرين رصد 72 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 67 حالة لعمالة وافدة وخمس حالات لمخالطين، وتعافي 149 حالة. هذه كل اللي عندي، وعودة لشرقية. يعطيك العافية بسام. طبعاً أكيد الله يحفظ البحرين وهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. ننتقل الحين معكم مشاهدينا للزميلة مريم بوكمال وفقرة أنت في البيت. مساك الله بالخير مريم، تفضلي. مساك الله بالنور والسرور زميلتي رقية وبسام في الاستوديو في برنامج مجتمع واعي. ألف تحية لكم لجميع المتابعين، ونرحب فيكم في برنامج أنت في البيت. مشاهدنا العزيز، اليوم أحتاج منك
تركيز شديد جدا جدا، الموضوع ما يبي له تمهيد. اليوم عندنا رابح جديد ما يهم العمر، يا هلا بالجد ويا هلا بالحفيد، أهم شيء يكون في البيت وما يروح أي مكان بعيد علشان يربح الألف دينار ويكون جدا سعيد. وأذكركم يدخل اسمكم في السحب العشوائي، بس ليه حملتوا تطبيق مجتمع واعي والتزموا بالتباعد الاجتماعي؟ فخلنا نشوف الحين معاكم من هو الرابح الثاني. وصلين معاكم مشاهدينا في برنامج أنت في البيت، والحين وقت إن إحنا نتصل في البيت الثاني وإن شاء الله يكونوا موجودين في البيت عشان يربحون الألف دينار. صكوا في وجهي، شو أسوي يعني؟ أرد أتصل مرة؟ أنا ذر كول طقيتوا بزي ورحتوا اتصلتوا في أحد ثاني، أو يمكن قاعدين يتصلون لي، خلنا نجرب. يلا بزي بزي بزي. أوكي thank you very much. home 3 يلا بيت ثالث. ردوا علي. يرن التليفون صح؟ عدل رينجينج. حلو. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. الو، لماذا تقلقون التليفون في وجهي؟ لماذا؟ اي ورد صك بعد في وجهي. خلاص خلاص. بيت رقم 3. أوه بيت رقم 2. السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام شيخ، معك مريم بو كمال من برنامج أنت في البيت تلفزيون البحرين. هنا تعرفني باسمك؟ حسين عبد علي. أخوي أنت موجود في البيت؟ إيه في البيت. إنزين أخوي حسين، تم اختيارك للمشاركة في برنامج أنت في البيت، عندك فرصة تكسب 1000 دينار إذا أثبت لي أنك في البيت. أبي أكد لك أن إثبات وجودك في البيت ما يعني إلزامك بتصوير البيت أو اقتحام لخصوصيتك. في حال رغبتك عدم التصوير، أرجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وإرسال اللوكيشن فورا. مو مشكلة. يلا شنو تختار؟ تفتح الكاميرا؟ يلا يانا الفيديو كول. أهلا حسين. حسين أنا ما كلمتك من ساعة. لا وي يشبه البيت الأول. حسين شو أخباركم؟ تمام الحمد لله. مرتاحين في رمضان؟ قاعدين في البيت؟ اي نعم. الله قال دلة الشاي والقهوة وقاعدين، والحين بتصور لي رقم البيت عدل؟ يعجبني. حلو، صور لي رقم البيت. انه قاعد يفصل. ايوه هذه رقم البيت وهذه الطريق. حسين بتفوز بالألف دينار؟ ها حسين بتفوز بالألف دينار؟ فايز بالألف دينار؟ أكيد فايز. قول فايز. حسين أنتظر منك بس اللايف لوكيشن، وألف مبروك عليك الألف دينار. مشكورين ما تقصرون. العفو مع السلامة. مع السلامة. شكرا لك حسين. إذا حسين التزم وقاعد في البيت وصور لنا البيت ورقم البيت وبيطرش لنا اللايف لوكيشن بعد، ونشكره على التزامه وعلى وعيه
وكل اللي قاعدين في البيت قواكم الله، كلها فترة وبتعدي وإن شاء الله بنرجع نفس قبل وأحسن، وأشوفكم إن شاء الله في الفترة القادمة. باي باي. حياكم الله من جديد. اهتمام كبير وحرفية في التعامل والتواصل، هذا اللي دأبت عليه وزارة الخارجية في التعامل مع رعايا المملكة في الخارج، وهذا اللي شهدناه في التواصل المباشر والمستمر أيضا في إجراءات الإجلاء، واللي يعكس نهج الدولة البحرينية المتطور والرائد والسباق. صحيح بسام، البحرين دائما كانت تقدم يعني دروس مستفادة في رعاية المواطنين واحترامهم وتقديرهم، سواء كانوا في داخل المملكة أو خارجها، وهو أمر طبعا أكيد تشكر عليه قيادتنا الله يحفظهم. ومن ضمن هذه الجهود تواصل سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الطلبة البحرينيين. خلونا نتابع ونرجع نستكمل باقي فقرات البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم جميعا بكل خير، وأتمنى من الله أن تكونون وأسركم الكريمة بصحة وسلامة في ظل الظروف الراهنة التي تقصف بالعالم أجمع. بداية لي عظيم الشرف أن أنقل تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأيده بنصره، وذلك بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والبركات. أعادها الله عليكم وعلى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. وكما أنا سعيد بأن يتزامن لقاؤنا هذا بيوم تحتفل فيه المملكة وتزخر بعطاء أبنائها وبناتها المخلصين في مملكة البحرين وكل أنحاء العالم. واسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أسجل هنا أصدق مشاعر الفخر والاعتزاز لما تقومون به من عمل نبيل. ومثل ما أنتم شايفين ومتابعين، فقد باشرت مملكة البحرين بالتصدي لهذه الجائحة بتعاملها المبكر والجاد من خلال ترأس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإشراف سموه المباشر على مجموعة العمل الخاصة بمكافحة فيروس الكورونا. حزمة من القرارات الحكيمة التي مست القطاعات الصحية والاقتصادية والأمنية والتعليمية وغيرها، أدت إلى نتائج إيجابية أبهرت العالم ووضعت البحرين في مراتب متقدمة على المستوى الدولي. هدفها واحد، أرواح البحرينيين وكل من يعيش على أرضها. فهناك بعد إنساني كبير واضح وملموس في تعامل المملكة مع التحديات التي طرأت نتيجة لانتشار الوباء في المنطقة، وما الأوامر الملكية السامية لمعاملة المواطنين والأجانب بالمثل إلا نموذج واحد وسطرا واحد من كتاب الإنسانية عنوانه حمد بن عيسى. وها أنتم أبنائه المخلصين تسطرون بأفعالكم لا بكلامكم أروع قصص التضحية في سبيل الخدمة وخدمة الآخرين. فلله دركم، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه، ويأجركم ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. السلام عليكم معالي السفير، معك دكتورة نورة المسلم. أنا مبتعث من الخدمات الملكية الطبية تخصص طب أعصاب. اولا مبارك عليك الشهر، الله يعود علينا وعليكم كل صحه وعافيه. ثانيا والله تواصلهم معنا من بدايه الازمه وحتى قبل بدايه الازمه فهذا يعني شيء تشكرون عليه.
وحبينا نطمنكم الحمد لله امورنا طيبه، قاعد نتخذ كل الاجراءات اللي متبعه في المستشفى. فانا اتكلم عن نفسي شخصيا، مثل المستشفى قاعد يقول داومي اسبوع، لا داومي الاسبوع الجاي، بحيث انه يحاولون يقللون مقدار الاكسبوجر مال الدكاتره حق يعني المستشفى، لان اوبسلي كل ما تكون في المستشفى اكثر كل ما في احتمال ان الاكسبوجر يكون اكثر. وانا عارف ان هذا الشيء صحيح بالنسبه لي انا وحق زملائي في اطباء الجراحه. ما ادري عن الاذر بروفنسز شنو وضعهم في كندا، ولكن ليومك لي الحمد لله الامور مثل ما تقول مستقره. احمد عباسي، طبيب مقيم في تخصص طب الباطنيه في مدينه تورونتو في ولايه اونتاريو في كندا، ومبتعث من مركز محمد بن خليفه للقلب. نشكركم كالقنصلية العسكرية والسفارة سفارة البحرين في أمريكا وكندا على جهودكم واهتمامكم فينا من أول ما بدأت الأزمة. معك نزار السعيدي من مركز مبتعث من مركز القلب، بس بشتغل بقسم جراحة القلب في ماكماستر. بس حبيت أقول لك إن إحنا في معهدنا هنا في ماكماستر بنسوي أبحاث عن يعني مكافحة هالوباء كورونا، وصراحة ضرب المثل بالبحرين، وانا افتخرت جدا يعني ان ذكروا بلدنا وكيف احنا كافحنا زملائنا الاطباء في البحرين، كيف يعني خذوا الاجراءات الصحيحه في مكافحه الوباء. فصراحه حتى سمعت البحرين قامت بكندا. حبيت اني اتواصل معاكم مباشره واشكركم على كل ما تقومون به، واتمنى ان احنا من خلال تجاربكم هذه نسمعها ونوصلها ليس فقط للدارسين في كندا وفي أمريكا، ولكن أيضا لكل من هم في الخطوط الأمامية في البحرين، لأنكم أنتم معاهم في خندق واحد. ولله الحمد لما نشوف تجربتكم في خدمة الآخرين خارج المملكة فهذه هي مفخرة، وإن شاء الله أن الله يحفظكم من اللي أنتم فيه، لأن الأمر مو بسهل. وأكد لكم على وقفة السفارة بكل ما تحتاجون بإذن الله. جهود كبيرة تقوم بها وزارة الخارجية في متابعة أوضاع المواطنين الموجودين في الخارج والتنسيق لعملية الإجلاء من مختلف الدول. هذه الجهود طبعا محل تقدير وإكبار شعبي من الجميع، وموقف متجدد يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بأن يكون المواطن البحريني على رأس الأولويات عندها. بالتأكيد الحديث عن جهود سفارة مملكة البحرين في جمهورية الهند الصديقة، يسعدنا أن نستضيف في مجتمع واعي سعادة السيد عبد الرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند. يا هلا ومرحبا فيك، مبارك عليك ما تبقى من الشهر. الله يبارك فيك إن شاء الله، بس وعلى الشعب البحريني. بس في البداية حبيت أرفع هذه التهاني لسيدي جلالة الملك ملك البلاد الله يحفظه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد نائب القائد العلا الأول ونائب رئيس مجلس الوزراء الأول، وعلى للشعب البحريني الكريم ولكم كلكم جميعا إن شاء الله ما تبقى من الشهر. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يعيد عليكم من غير إن شاء الله. أهلا تحمد لك وشي بالسلامة. الله يسلمك. تحمد على يعني بالسلامة أيضا لجميع المواطنين العائدين من الخارج، خصوصا إحنا اليوم بنخص يعني سفارتنا في الهند وجهودها اللي المبذولة خلال الفترة السابقة واللي لا زالت مستمرة طبعا حتى اليوم. سعادة السفير، من بدأ ينتشر فيروس كورونا في العالم وبدأ ينتقل كذلك إلى جمهورية الهند، يعني حدثنا عن الإجراءات اللي تبعتها السفارة هناك من البداية. والله إحنا أول ما عرفنا عن الكورونا فقلنا لازم نأخذ إجراءات احترازية، فرجعنا للإرشادات اللي بعثتها لنا وزارة الخارجية، واللي كان من ضمنها طبعا أكيد كانت جاية عن طريق اللجنة التنسيقية لهذا الوباء برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد. فهذه الإجراءات عن طريق وزارة الخارجية بدينا أول إحنا في نفسنا، نحصن نفسنا في السفارة والموظفين والعاملين في السفارة والدبلوماسيين عساس نقدر تالي نقدر نشتغل. فأخذنا إجراءات كثيرة طبعا حسب الإرشادات اللي وردتنا من وزارة الخارجية، وبدينا من هناك اتصالاتنا مع المواطنين
في جمهورية الهند. نعم. طبعا جمهورية الهند مثل ما تعرفها قارة، يعني 29 ولاية، 7 أقاليم، فلازم نعرف البحرين بالضبط. احنا نعرف بعضهم في وين لأن يتصلون فينا ونتابع معهم، لكن كان همنا نعرف وين المجموعات الكبيرة. فعرفنا احنا نعرف ان في الطلبة موجودين في مدينة بونة ولاية مهاراشتر، فيعني الحمد لله كان هناك العدد معقول، هو العدد الكبير. فقلنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية على رأس سعادة الوزير، والله يمسيها بالخير الشيخة رنا بنت عيسى، يعني وكيلة الوزارة، هي اللي كانت الداعم الأساسي لنا لتنفيذ كل الخطط هذه. فبدأنا نحصر عدد المواطنين في وين، وسوينا برنامج ونشرناه على أجهزة التواصل الاجتماعي على أساس الناس تتصل فينا، سميناه وجهتي على أساس إن نحن نبي نرجعكم، والاتصال يكون لسفارة البحرين في دلهي، وعلى أساس نجمعكم وتالي نأخذ القرار الرئيسي وين نروح. فالحمد لله بالتشاور مع الوزارة والتشاور مع الدبلوماسيين صار القرار إن احنا ننقل هذين المواطنين إلى نقطتين، لأن كان صعب التحرك في الهند، يعني كان مثل ما تكون حظر بمعنى الكلمة، حتى الدبلوماسيين كان تحركهم محسوب عليهم. نعم. لازم تأخذ تصريح كدبلوماسي. نعم. حق التحرك، لأن ما يبون يخلون الناس تحس إن في ناس أحسن من الناس. فأخذنا ذي منطقة بونا اللي فيه الطلبة اللي هم أكبر عدد، ورحنا لمنطقة ثانية شفنا وين، شفنا شناي في ولاية ثانية. نعم. تبعد عن بونا تقريبا ساعتين طيران بعد. فبدينا نحصل المواطنين الموجودين في الهند. كم تقريبا كان عددهم سعادة السفير؟ هم عددهم كان بعض طلبة في حدود 200 200. نعم. زاد واحد. فبدينا ولما عرفنا بالضبط هم وين، وضعنا خطة مع الدبلوماسيين، بس عاد الخطة ما في طائرات، ما في سيارات، وما في قطارات. نعم. شلون نوصل ذي الناس لنقطة الإجلاء؟ فاضطرينا ننسق مع وزارة الخارجية في الهند، واللي هي أعطتنا دعم كبير بحسم يعني العلاقات الطيبة. نعم. اللي بين مملكة البحرين والهند، اللي أرسى قواعدها القيادة الرشيدة، فسهلونا إن إحنا نتحرك. فلما عرفنا وين المواطنين بدينا نقول والله القليل نوديه حق الكثير. يعني عندنا في دلهي مثلا في مدينة دلهي كان عندنا 6، بس لازم نوصلهم بونا. نعم. يعني مثل ما قلت لك بالطيارة ساعتين وربع، فبالسيارة مع الحظر اللي موجود كان تقريبا 30 ساعة. يعني كانت أول مرحلة أنكم نقلتوهم من داخل جمهورية الهند لمناطق الإجلاء، هذه كأول مرحلة. نعم. نقاط الإجلاء رحلات داخلية. بدينا أول تقريبا بعشرة أيام، بدينا مو رحلات. بدينا بالسيارات، ما في رحلات، ممنوع طيران، ممنوع الطيران، ممنوع طبعاً. إيه نعم. واستغرق تقريبا 30 ساعة بالسيارة، بعض المناطق يعني 30 سنة، بس 30 ساعة، لكن عاد ما نقدر نخلي هالمواطنين 30 ساعة في سيارة. أولا لازم نوفرهم السيارات المناسبة. صحيح. الراحة، العدد اللي ما يزيد في السيارة بعد لا. وبنفس الوقت سوينا عليهم فحص إنه لما نحركهم إنه ما في واحد بعد يركب سيارة ويعادي الباقي. نعم. فيعني الواحد يأخذ حذره في ذي الأمور. ففي ناس رحلتهم 30 ساعة، في ناس رحلتهم 12 ساعة، في ناس رحلتهم 5 ساعات. هاي المناطق اللي في الهند نحرك فيها، يعني كان عندنا 9 مدن. اي نعم. في الهند حركنا منها المواطنين الى مدينتين اللي هما بونا وشناي. جميل. احنا لا شك يعني بودنا نسمع منك سعادة السفير يعني القصص اللي صارت هناك مع يعني المواطنين وفي خطة الإجلاء بشكل عام، لكن يعني الحقيقة جهود كبيرة في يعني قدمتها سفارة مملكة البحرين في جمهورية الهند. مشاهدينا نتابع جزء من هذه الجهود في التقرير التالي، وراجعين لاستكمال حديثنا مع سعادة السفير عبد الرحمن القعود.
رجعنا لكم مشاهدينا ولقائنا مع سعادة السفير. طبعا سعادة السفير يمكن احنا قبل ما ناخذ التقرير ونشوفه تكلمنا وقلنا ان بعض هذه خلينا نقول عمليات نقل المواطنين استغرقت 30 ساعة، في اللي استغرق 15 وفي اللي 12، يعني ساعات طويلة. فاحنا لما نتكلم عن الصعوبات في كيفية الإجلاء، يعني ما بنتكلم بس عن الصعوبات الزمنية بس، بنتكلم بعد عن كيفية النقل، عملية الإجلاء نفسها، تكلمنا عنها هذه الأمور. والله هذه كانت المشقة اللي احنا رحنا، لان كان اي تحرك بين عبر ولاية ولاية في الهند لازم يكون بالتصريح من اللجنة المختصة بالكورونا اللي كانت ترأسها وزارة الداخلية والصحة. نعم. بس بحسكم علاقتنا الطيبة مع وزارة الخارجية يساعدون كثير ان نحصل التصاريح، بس لازم يطلبون منا اسامي الاشخاص، ارقام جوازاتهم، السائق وجوازه ومن اي شركة. وطبعا هم ماشيين في الطريق، انت تمرين على ولايات، الولايات في الهند يتكلمون، الهند فيه مجموع اللغات 22 لغة، تبين تأكدين نذيل يعني محصورة بعد تحت الخطة. فإلا 30 ساعة طبعا لازم ما نعطي راحة عقب 15 ساعة نسكن في الطريق في مكان لايق مستوى طيب له، ويكون عارفين أن هذه الخطة بتكون. وصادتنا مشكلة لما في أحد الولايات على الحدود أنه قال والله ما يأنا الخبر، ما عندنا حنزان، ما في يأنا التصاريح كلها، بس صارت دي الإشكالية. لكن الحمد لله بحكم أن علاقاتنا معهم واتصالاتنا كانت مستمرة معهم 24 ساعة، يعني ما كان فينا اتصال، لا كان اتصال مستمر، لأن كان همنا الأساسي راحة المواطنين. فالشباب ما قصروا في السفارة الدبلوماسيين، وأنا شخصيا كنت أتصل بوزارة الخارجية بوكيل وزارة الخارجية على أساس لو تصيرنا المشكلة يكون نقول ترى في عندنا مشكلة، تدخلوا. فصادتنا ذي المشكلة، لكن الحمد لله وصلنا الحمد لله المواطنين بسلامة، والحمد لله يعني نتمنى أن يكونون راضين علينا. فش يعني كثر المدة أخذت لها سعادة السفير، يعني مدة كلها بالكامل مع كل هاي الإجراءات؟ يعني إحنا خذنا تقريبا بالضبط 9 أيام، لأن أول شيء نبي نحرك الناس من مثل ما قلت لك 9 ولايات. 2، 9 أيام نبي راحة المواطن. هدفنا كان من الأوامر والتعليمات اللي جاتنا من اللجنة التنسيقية ووزارة الخارجية المواطن وراحته. ما نبي نحرك المريض على مسافة 2 أو 3، لا المريض يتم في مكانه. نعم. فنودي الصحيين. ففي ذي النقطتين وصلنا في بونا، كان المجموعة الأكبر اللي هم الطلبة والمواطنين وصلناهم كلهم في بونا، وشلنا تقريبا في الطيارة أول ما وصلوا في المنطقة دي، على فكرة خليناهم 2 يوم يرتاحون بعد الوصول، ونتأكد من وثائقهم وجوازاتهم أنه ما في أي عرقلة في أثناء الخروج من البلد. في نفس الوقت مثل ما قلت لك في هناك يعني حظر كامل، الطائرة اللي بتنزل لازم كان يصير اتصالات حق المطار، اللي يشتغلون في المطارات حق يتحركون يروحون ذي المطار حق يقدمون لنا الخدمة. هي مو عملية ان احنا بس نوصل الطيارة، الطيارة تبي لها خدمات هندسية، خدمات مراقبة، سيارات مطافي، سيارات اسعاف، جوازات، فلازم ذي الناس تتواجد لانهم ما كان عندهم المطارات مسكرة بالكامل. فكل ذي التنسيق صار مع عبر وزارة الخارجية ان احنا نحصل هاي التصاريح، واهم شيء ان نحصل تصريح الطيران ان تنزل الطائرة في موعدها المحدد ومن غير ما تأثر على خطة الإجلاء. جميل. يعني أكيد صارت في جهود كبيرة ما بين وزارة الخارجية في البحرين وما بين السفارة في جمهورية الهند، وإحنا أكيد نبي نتكلم حول هذه الجهود الكبيرة اللي تبذلها سفارتنا في الهند. ولذلك يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد علي النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة مملكة البحرين في جمهورية الهند. مساك الله بالخير ويا أهلا وسهلا فيك. أهلا، مساء الخير، مبارك عليكم الشهر، مشكورين على الاستضافة. يا هلا وسهلا فيك. بغينا نعرف شن هي أبرز الجهود اللي بذلتوها في تجميع المواطنين من مختلف المناطق، لأن احنا كنا عارفين أنه طبعا كان في يعني حضرتك كنت متواجد معهم شخصيا عشان تطمئن على سير أمورهم، فلو نتكلم عن هذه الأمر بمزيد من التفصيل. بالنسبة لجهود السفارة كان العمل يسير على 3 مراحل. قمنا أنا وزميلي الدبلوماسي بالسفارة مهدي يوسف وطبعا بالإشراف من سعادة السفير، اولا حصر بيانات المواطنين الموجودين في الهند والتواصل معهم ووضع تصنيف مناسب لهم سواء هم موجودين للسياحه الدراسه او العلاج.
عشان ناخذ الإجراء المناسب لكل حالة. نعم. وثانيا وضعنا جدول زمني محدد، وكان المهم عندنا هو الإجلاء الداخلي، يعني أن ننقل المواطنين المتواجدين في المناطق النائية للمدن في ظل قرار إغلاق المعابر البرية في الهند، والبدء الفوري بالتحرك الفعلي وبالتنسيق مع شركات المواصلات لتأمين النقل البري للمواطنين مع مراعاة كل مجموعة وحالتهم الصحية، ووفرنا المساندة الطبية اللازمة مثل سيارات الإسعاف والطاقم الطبي للحالات اللي تتطلب ذلك أثناء نقلهم. وأخيرا هو التنسيق اللوجستي وتوفير إقامة لائقة للمجموعات اللي استغرقت رحلاتهم الداخلية أكثر من 15 ساعة لتوفير الراحة اللازمة لهم خلال هالرحلة الطويلة. نعم، يعني أستاذ علي لما نتكلم عن التحديات اللي واجهتكم أتوقع أنها تحديات كثيرة، يعني فلو نتكلم عنها خاصة في عملية الإجلاء. أي نعم، بالنسبة للتحديات في هالظروف بصراحة الاستثنائية كنا في سباق مع الزمن، والهدف هو التأكد من سلامة كل المواطنين الموجودين وتلبية متطلباتهم. ولو بذكر أبرز التحديات فهو موقف بالنسبة لنا كان مختلف، وردنا اتصال من مواطنين كانوا موجودين في مدينة بعيدة نسبيا يعني، وطلب منهم مغادرة مقرات سكنهم خلال 48 ساعة. وقتها كان طبعا قرار إغلاق المنافذ البرية موجود، ولكن بعد أخذ إذن سعادة السفير والوزارة وإصدار التراخيص اللازمة توجهت شخصيا لهم في اليوم الثاني في رحلة استغرقت طبعا أكثر من 11 ساعة روحة ورجعة، ومكثت ليلة هناك. وطبعا عقب ما وصلت ثاني يوم خذناهم ورجعنا للعاصمة ووفرنا لهم أماكن سكن ملائمة. وأيضا من أبرز التحديات كانت نقل المواطنين بشكل عام من ولاية لولاية بسبب إغلاق الحدود، ولكن بعد التواصل المستمر مع الخارجية الهندية وبفضل العلاقات الطيبة معاهم تم التغلب على هالتحديات. نعم، يعني الله يعطيكم العافية، احنا ما نقدر نقول إلا ان يعني الحمد لله في النهاية قدروا ان احنا يعني عيالنا يرجعون للمملكة وهم بصحة وسلام. نعم. واكيد الفضل لجهودكم وجهود وزارة الخارجية. السيد علي النعيم القائم بالاعمال بالإنامة بسفارة مملكة البحرين في جمهورية الهند، شكرا جزيلا لك. عودة لك سعادة السفير، يعني صراحة انتوا في الهند كان عندكم تحدي كبير، مثل ما قلنا يعني جغرافية الهند كبيرة والمواطنين منتشرين تقريبا في عدة ولايات، بس نبي نعرف شلون كانت استجابة المواطنين مع الإجراءات إجراءات الحكومة الهندية، وفي نفس الوقت يعني احنا نتكلم عن في مواطنين مقيمين في مواطنين كذلك زائرين، يعني شلون قدروا يعني في عملية الحصر الأسماء انهم يتواصلون معاكم، خصوصا اللي هم الزائرين اللي ما عندهم مثل ما تقول إقامة دائمة في الهند. الله يسلمك، احنا حطينا مثل ما قلت لك موقع للتواصل جميع البحرينيين. نعم. كان ذي الموقع شغال ويراقبونه ثلاثة طول الوقت، يعني اتصال صار ليل نهار، في فرق حتى في الوقت في بعض المناطق. فالمواطنين احنا اللي نفعنا اكثر شيء ان الطلبة ما شاء الله عليهم كانوا هم يوصلون الاخبار حق بعضهم اللي يعرفونهم. القنصلية في بومباي كانت بعد متواصلة مع المواطنين الموجودين في مومباي وفي ولاية مهاراشتر، فلما احنا حطينا ذي البرامج كان التواصل مستمر معانا، وكانوا البحرينيين متساعدين ويانا يعني لدرجة ان اشكرهم عليه، وارجو ان يعذرونا اذا قصرنا في حقهم، يعني خلنا اكون صريح معهم يعني. بس يعني هاي الاخ علي النعيمي اللي تكلمنا الحين معاه، هذه كلفته انا انه يروح بروحه بسيارة دبلوماسية، لان عندنا اثنين مثل ما تفضل، كان الفندق كبير ما في عنده حد، خالي يبي يصك، فقال لهم لازم تطلعون. وين يروحون؟ قلت له علي خذ السيارة واطلع، خذ تصريح بالعبور. راح ولاية ثانية ورقد هناك ذيك الليلة. اي نعم. ورجع يوم ثاني مسكين يعني تعب، وجاب معه المواطنين. وفي واحدة مواطنة بعد كانت موجودة في البنجاب. اي نعم. بعد طرشناها وخليناها تي نيبها. فكنا بس همنا الأول والأخير إن نجيب المواطنين ذلين ويكونون في أمان وفي منطقة أمان، ويتبعون الإرشادات اللي إحنا حصلنا عليها من وزارة الخارجية حق حمايتهم. يعني حتى أنا أذكر في واحد من المواطنين كان عنده دواء وما بعرفين الدواء، هو ما بعرف مسكين الدواء وإحنا بعرفين شنو الدواء، اضطرينا نتصل بهلف البحرين عطوا اسم الدواء
طرشنا للإخوان في السفارة قلنا لهم روحوا دوروا ذي الدواء ودوا حق الشخصي. يعني إحنا كان عندنا توجيهات، المواطن يأتي في الأولويات، ننسى نفسنا كنا. وأنا مثل ما قلت لكم في بداية البرنامج، يعني الشيخ رنا هذه الله يمسيه بالخير تعذرني إن أنا كنت على اتصال بها، ترى عندنا هالمشكلة، وكانت القرارات ماشية بسرعة من قبل سعادة الوزير ومن قبلها، سووا لا تأخرون. طبعا ذي كله يرجع له الشكر لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان رئيس اللجنة التنسيقية، لأنه عطاهم ذي، يعني كانت مو بعملية سهلة أكيد. في ظل الظروف اللي كنا احنا فيها، في كانت مشاكل وحليناها. ومثل ما قلت لهم بعض المرضى كان في شناي لما بتطلع الطيارة قالوا هاي المريض يحتاج أكسجين، قلنا زين هذه يحتاج أكسجين، احنا صار له فترة يالس ما يستعمل أكسجين، قالوا لا الطيارة يحتاج أكسجين، اضطرينا نتدخل مع طيران الخليج من الدكتور عطونا الأكسجين يكون على الطيارة على أساس ذي المسافر يسافر ما يتم هنا. الحمد لله، بس المواطنين يعني صراحة كانوا جدا متساعدين ويانا، جدا متساعدين، لأنهم كانوا يعرفون أن هم المملكة وهم القيادة في البحرين راحتهم وسلامتهم. صحيح. أكيد يعني ما كان فيه من إجراءات، أشكرهم يعني أكيد على هالتعاون اللي صار. وطبعا بعضهم مثل ما قلت لكم فضلوا أن يتمون لأن الله يشافيهم إن شاء الله، كانوا لابد أن يستمرون في العلاج. نعم. بس إحنا ما زلنا مستمرين معاهم في متابعتهم، متابعة لا متابعة وياهم كلهم، ليه إحنا اللي موجودين معهم متابعة مستمرة، إذا في أي شيء أنا حاضرين، أي شيء مطلوب مهما كان، سواء أمور مادية أمور معنوية أمور طبية لازم نقوم بها. يعني ساعة السفير احنا نقول ان اغلبية المواطنين خلاص هم ردوا الحمد لله. نعم بالسلامة الحمد لله. اللي تامين فقط لظروف معينة. اي نعم. وتستدعي حالاتهم المتابعة وهم هناك. وبعضهم اللي ما اتصلوا فينا في الوقت المناسب لما الطيارة طارت الاجلاء راحت. نعم. اتصلوا فينا بعدين. فقلنا زين خير ان شاء الله نشوف لهم اول رحلة وان شاء الله نجيبهم بالسلامة. ان شاء الله. بس يعني بس انا اتمنى في هذا البرنامج ويعني اترجى واطلب من الاخوة المواطنين لما يزورون اي بلد، مهما كان البلدي في الظروف الزينة ولا الظروف اللي احنا فيها حين في هالجانحة اللي احنا فيها، ان يتصلون بسفارات بلدهم، لان هاي بيتهم اللي وضعته لهم القيادة السياسية لما نعم. يكون عندهم مشكلة، بس يقولون لهم هاي احنا موجودين في الارقام هذه نعم. اساس انه لما يصير هم يحتاجون احنا نعرفهم في وين نعم. يعني هاي نصيحة صحيح، ارجو انه يعني كل مواطن يفتح قلبه ويقول والله حكومتي مهتمة فيني، ليش أنا مهتم إن بس أسوي تليفون وأقول لسا ترى أنا اسمي فلان فلان أنا موجود في المنطقة الفلانية. سبحان الله الدنيا ما نعرف شنو يصير فيها. هذه الحمد لله إحنا حين مثل ما يقولون سفيرنا قاعدة تعبر بقادة القيادة الرشيدة، لكن المستقبل الواحد تصيدك كذا اشياء نعم. الله يكافينا شر المشاكل والبلاوي صحيح. وما دام وجدت هذه السفارات فاحنا مهم جدا ان احنا نتواصل معها، اللي وضعتها لهم الحكومه وجلاله الملك اهم شيء عند شعبه صحيح. طبعا اكيد دائما المواطن البحريني على راس هذه الاولويات. التواصل الكريم مشاهدينا من قبل الخارجيه البحرينيه مع المواطنين في الخارج بكل حرفيه واهتمام وضح لخارطة عمل دقيقة لعملية الإجلاء بشتى مناطق العالم وفق فترة زمنية دقيقة واضحة المعالم، كانت للأمانة محل إشادة وتقدير. فريق عمل البرنامج تواصلوا مع عدد من المواطنين اللي كانوا ضمن خطة الإجلاء من جمهورية الهند الصديقة وخبرونا عن تجربتهم، خلونا نتابع. السلام عليكم، معاكم أم هاشم، مبارك عليكم الشهر الكريم. أود أن أشكر سفارة مملكة البحرين في جمهورية الهند، وأخص بالذكر الأستاذ علي النعيمي والأستاذ مهدي جاسم على جهودهم ومتابعتهم ومساعدتهم لنا دون أي تقصير بالتواصل للإطمئنان على وضعنا وراحتنا واحتياجاتنا في ظل أزمة كورونا، فشكرا لكم لهذا العطاء وهذا القدر من تحمل المسؤولية لرعاياكم خارج البلاد، ودمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أنا سميرة من مملكة البحرين، وأحب أتكلم عن تجربتي لما كنت في الهند في شهر أبريل وصار في قرار إغلاق لجميع المطارات الداخلية والخارجية. وقتها اتصلت في سفارة البحرين في نيو دلهي وما قصروا معي أبدا، وفروا لي
انتقال من أوديبور في ولاية راجستان، انتقل إلى نيو دلهي، وفروا لي سكن. طوال فترة اللي قضيتها في نيو دلهي انتظر طيارة الإجلاء إلى البحرين، واللي كانت في تاريخ 18 أبريل، وكانوا على تواصل دائم معي، يسألوني إذا كنت أحتاج أي شيء ويعطوني كل المعلومات اللي أحتاجها. فأحب أشكرهم على كل الجهود اللي بذلوها، وأحب أشكر سعادة السفير عبد الرحمن القعود والسيد علي النعيمي والسيد مهدي يوسف، ما قصروا أبداً أبداً معنا كلنا علشان يوفرون لنا كل الأشياء اللي نحتاجها. مشاهدينا، أيضا فريق الإعداد تواصل مع أحد المواطنين اللي كانوا في جمهورية الهند بخصوص خطة الإجلاء، ويعني وسأل المواطن شلون كان التعامل معهم، ورد علينا بمقطع فيديو وراح يحدثنا فيه أكثر عن تجربته. خلونا نتابع. مساكم الله بالخير، بارك عليكم الشهر. طبعا أنا أتكلم من خلال تجربتي بخصوص خطة إجلاء المواطنين في جمهورية الهند. أنا كنت موجود للعلاج مع بنتي وتسكرت جميع المطارات، فاتصلت في السفارة البحرينية في بومبي، تم توفير جميع احتياجاتنا لجميع المرضى وتم نقلنا إلى فندق حتى موعد الرحلة. طبعا السفارة ما قصرت من جميع النواحي، ما حسيت أن في تقصير، كفوا ووفوا، كانت عملية الإجلاء سهلة، ما حسينا أن في صعوبات، وكان كل شيء موفر للجميع، يعني من مرضى وطلبة. أشكر جميع القائمين على هذا العمل الجبار في السفارة البحرينية في جمهورية الهند، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شفنا يعني المداخلات من المواطنين العائدين من الهند. سعادة السفير، يعني واضح من كلامهم انه يعني راضين، كانوا تمام الرضا يعني للمعامله اللي تلقوها من قبل السفاره، ومن قبل كذلك ايضا يعني خلال خطه الاجلاء وما قبل خطه الاجلاء. فاتوقع ان اليوم يعني احنا يعني قاعدين نلاحظ وقاعدين نشهد هذه اللحظه العظيمه في هذه الخطه الكبيره الصراحه، اللي يعني شملت جميع دول العالم تقريبا. مو بس كذي بسام، يعني اكيد تتفق مع سعادة السفير، يمكن خلال هذه التحدي الكبير اللي مر علينا احنا كلنا قدرنا نشوف، ويعني ما بنقول نقارن، بس شفنا شلون البحرين اليوم احتوت ابنائها، اليوم شلون البحرين يعني دائما كانت تخلي المواطنين خاصه ابنائها اللي في الخارج في مقدمه الخطط انهم يرجعون بلادهم وهم في صحه وفي امان. فيعني اكيد كل الشكر والتقدير لقيادتنا الحكيمه على هذه الرؤيه، وايضا الشكر موصول لكم سعاده السفير على ما قمتم فيه. بس يعني لو حبينا نلخص الحين كل هذه المهمه الكبيره اللي صارت، نلخصها شو نقول؟ نقول مثل ما قلت، أول شيء الشكر يروح للقيادة الحكيمة. نعم. وفي شيء هني لابد أفصح عنه في هذا المجال الحين وأنا أتكلم. فضل. إحنا من أوائل الدول بحكم العلاقة الطيبة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند اللي أرساها قواعدها جلالة الملك ورئيس الوزراء وسمو ولي العهد، من أوائل الدول اللي حصلت على جميع المعدات الطبية اللي كانت مطلوبة. نعم. يعني وشحنات كانت تجينا باستمرار من الهند، طبعا متابعة من وزارة الخارجية ومتابعة من احنا ومع وزارة الخارجية الهندية، بس احنا من اوائل الدول اللي حصلت على ادوية، على المعدات الطبية اللي اخر اظن دفعة منها وصلت تاريخ 30 قبل يومين الى البحرين. نعم. واظن شفناها في الجرائد، وذي مع انها كانت دول سابقة وكانت طالبة ذي الشيء وما حصلت. فهذا يرجع الى حكم العلاقة الطيبة بيننا وبين الهند. نعم. التاريخية طبعا. التلخيص، اول شيء اقول للحكومة غير جلالة الملك ورئيس الوزراء وسمو ولي العهد، هم اللي لهم الشكر اللي أعطونا هذا التوجيه وطلقوا يدنا أن نعمل لراحة المواطن البحريني في الخارج وفي الداخل. لأن مثل ما قلت لكم قبل شوي، هذا وباء ما حد يشوفه حقيقة وعرفه وين جاية، الله يكافينا شر الأوبئة. لكن كل الخطط اللي نشوفها اليوم قدامنا هي واعدة ان احنا قاعدين نمشي في الطريق الصحيح. وهذا يعني من ابسط الامور، ان بعض الدول، بعض وزراء الصحه في دول ما احب يعني اتطرق لها، اثنوا على تجربه البحرين والطريقه اللي البحرين
تعاملت لمواطنينها وللوافدين والساكنين في هذه البلد الطيب. كيف يعني مكرمة جلالة الملك أن كل اللي عايشين على أرض البحرين يعاملون معاملة المواطن؟ ما حد سواها للحين. يعني كنا كلنا سواسية، ليش يعني ما نشوف الحقيقة كلنا؟ هذه خلت الإخوان في الهند والمسؤولين في الهند، لما احنا عندنا تقريبا مجموعة كبيرة من الأعمال الوافدة من الهند، من مهندسين أطباء إلى آخره، خلت المسؤولين هناك يحسون أن البلد هذه ما فرق بين أي واحد ساكن على هذه الأرض الطيبة. وهي تجسد طبعاً يعني سعادة السفير بالاتصالات ما بين المسؤولين كذلك بين البلدين، خصوصاً خلال هذه الفترة اللي إحنا نعيشها. مثل ما تفضلت يعني أيضاً يعني المواطنين يعني من جمهورية الهند في مملكة البحرين تلقون الرعاية الكاملة في مملكة من غير البحرين، أي استثناء. وهذه نتاج مثل ما تفضلت نتاج العلاقة يعني الطويلة الدبلوماسية، يعني علاقة كبيرة وطيدة صراحة بين البحرين وجمهورية الهند على جميع المستويات. أنا ودي أختم معك بهذا السؤال، يعني أهمية هذه العلاقات بشكل عام، العلاقات الدبلوماسية بين أي بلد وأي بلد، أهميتها في مثل هذه يعني الأزمات اللي ممكن تمر على العالم؟ جدا مهمة. نعم. والإثبات الواضح عليها المكرمة السامية من جلالة الملك. نعم. أنه صار اتصال من رئيس وزراء الهند، وهذه كان من أوائل الاتصالات لرئيس حكومة أو ملك، يشكره فيها على هذه المكرمة اللي قامها جلالة الملك وحكومة الرشيدة بقيادة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان، أن يعاملون الناس كلهم سواسية ويعالجونهم مثل ما يعالجون أي مواطن بحريني لكل الحقوق اللي يتمتع فيها صحيا. فهذا شيء نتج عنه هذا الاتصال. يعني أنا ترى تابع الأمور السياسية، من أول الاتصالات اللي طلعت من جمهورية الهند كان لمملكة البحرين ولملك البحرين. نعم. الله يحفظه ويطول في عمره. فالعلاقات الدبلوماسية جدا مهمة، والواحد لما يمثل بلده لازم يمثله بأحسن وجه، لكن ليس أن أنا أكون دبلوماسي ويالس على كرسي وما أعرف أحد. لا، إحنا حسب ما كلفنا من القيادة الحكيمة أوامر جلالة الملك لنا أن إحنا نخدم البحرينيين، المواطن البحرينيين. نعم. ومن ثم نعزز علاقاتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع الدول اللي إحنا فيها، وهذا شيء احنا تشرفنا. احنا نشكرك صراحة ونشكركم، نشكر جهودكم، ونحيي طبعا اللي لا زالوا في السفارة والقائمين على يعني رعاية المواطنين في جمهورية الهند، ونتحمد لهم ان شاء الله بالسلامة ويعودون الى البلد يعني بالسلامة ان شاء الله. نشكرك سعادة السفير سعادة السيد عبد الرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند الصديقة، شكرا على الحضور. والله انا احب اشكركم لان جهاز الاعلام هو الجهاز الرئيسي المهم. نعم. اللي يوعي الناس عن كل شيء، وهذا البرنامج اللي تبثونه مو بس يعطي ماس اللي قامت بالبحرين، يوعي الناس ان ترى احنا امام شيء ما نشوفه، فياخذون حذرهم كما توصت به اللجنه التنسيقيه. نعم. ان الواحد يلتزم بالتعليمات اللي تطلع. شكرا. وشكرا لكم. شكرا لك. الله يبارك لك سعادة السفير. فاصل مشاهدينا وراجعين لكم. مرحبا، انا سميره من مملكه البحرين، وحاليا موجوده في بونا، انتظر طيارة الإجلاء اللي بتكون بإذن الله بعد يومين. أحب في هذا الفيديو القصير أن أنا أشكر وزارة الخارجية، وأخص بالذكر سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة على كل الجهود اللي بذلتها وقاعدة تبذلها في أنها ترجع كل المواطنين إلى البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة طلاب وعوائل مرضى في جمهورية الهند. بداية نشكر الحكومة الرشيدة وسفارة مملكة البحرين في جمهورية الهند على تعاونهم لنا جميعا وجهودهم المبذولة في إرجاعنا إلى أرض الوطن، مع جزيل الشكر إلى سفير مملكة البحرين في الهند. فكلمت السفارة والحمد لله يعني في كل شيء ساعدوني. أول شيء كلمت ديبا، ديبا كانت أعتقد assistant هناك أو secretary، وسيدة يعني عادي كلمني وقال لي إذا تحتاجين أي شيء، وكان في يومين كذي
سيدة وصلوا يعني the most comfortable possible way. يعني بغيت أشكر السفارة البحرينية في الهند على كل مساعدتها لنا البحرينيين اللي في الهند خلال فترة الكورونا. مشكورين على كل مساعدتكم وكل التقدير لكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تفوقتوا. وكل يعني كل خيال ممكن كان عندي أنا أو أي أحد فينا عن يعني كم مساعدتكم وكم اهتمامكم فينا. وشكر خاص حق الأستاذ علي وشكر خاص حق الأستاذ مهدي على كل مساعدتهم لنا وطريقتهم ويانا. يكلمونا بطريقة شخصية واحد بالواحد ويتأكدون إن كل واحد فينا يعرف بالضبط إيش قاعد يصير وشنو يتوقع. اضطريت أتواصل مع سفارة مملكة البحرين، بس في البداية حاب أوصل رسالة شكر وتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه، وإلى رئيس الوزراء، وإلى ولي عهد الأمين، وإلى وزارة الخارجية، وإلى سفارة مملكة البحرين في نيو دلهي، وبالأخص في السفارة إلى الأخ علي النعيمي والأخ مهدي يوسف. يعني إن التواصل وكل شيء كان يعني ممتاز جدا، يعني سهلوا لي الأمور بالآخر. إذا مشاهدين الكرام شفنا الجهود المتواصلة في كل أجهزة ومؤسسات الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا وأمن البحرين وأمانها الصحي كذلك. وشفنا بعد شلون أن البحرين سخرت كل إمكانياتها في تأمين عودة المواطنين في الخارج والحرص على صحتهم ومتابعة كل أمورهم. بالتأكيد الجهود اللي نشوفها في مملكة البحرين تثبت لنا يوم عن يوم أن البحرين قادرة على تجاوز التحديات وما في في قاموسها كلمة اسمها مستحيل. بالفعل بسام ما في كلمة مستحيل، لأن البحرين ذللت كل الصعاب أمام عودة مواطنينها لبلادهم سالمين غانمين ولله الحمد، وتواصل جهودها حتى عودة آخر مواطن. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم على خير وسلامة باكر بإذن الله. فمن الله.